كان واحنا بنتكلم مع زمايلنا في فريق الاعداد وانا واحمد سميح بنتناقش، قلنا الله ما تيجي كده نشوف مع بعض هي الناس دي كلها اتفاجئت ولا كانت عارفه ان هي ماشيه، ولا بعضهم كان عارف انه مكمل، ولا بعضهم كان عارف انه هيلبس البيجامه، ولا ايه الحكايه وايه القصه؟ طب ده كله هيبان منين؟ ما انت اذا اردت ان تعرف اي شيء تجيب على طول للراجل المسؤول ده فيديو صوت وصوره او تصريح رسمي بيقوله عشان تقدر تعرف هو مكمل مش مكمل. انا مره سمعت تصريح لعالم صلحي على التلفزيون قال كده الفساد اللي موجود احنا كلنا، كان ناقص يقول كلنا لصوص، والله يا جماعه كان ناقص يقول كلنا لصوص لا استثني احدا، قالها والله العظيم على التلفزيون، قال لك احنا الفساد في كل الوزارات وكل وزارات فيها فساد، هو كان عارف انه لابس البيجامه لابسها. تعالوا نشوف مع بعض كيف تحدث علي المصلحي قبل ان يغادر الحكومه، وهو يقول في تصريح مهم جدا: وزير الازمات من شهداء الخبز لضحايا كوباية الشاي. ده كان تصريح لعلي مصلحي، وده والله عنوان الخبر بس. طيب ماشي، خلينا طيب ناخد كلامه في الخبر ده وهو بيتكلم في 25 أغسطس 2016. اهو علي مصلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اطلق تصريحات نارية ضد وزير التموين الاسبق خالد حنفي، ما هو تصريح اهو يا جماعه، واشاد باستقالته بعد نجاح للجنه تقصي الحقائق البرلمانيه في كشف فساد القمح قائلا: هذه الخطوه يجب ان تكون عبره لكل الوزراء، فكل من لا يستطيع ان يفعل شيئا عليه تقديم استقالته. تعالوا نروح لوزير الماليه محمد معيط، واحد من أهم الأسماء في جمهورية مصر العربية اللي فلست هذه الحكومة وهذا البلد على إيده وبإمضته وكل شيء. خلونا أفكركم بس حاجة مهمة خالص، إن وزير المالية الحائل السابق هو واحد من اثنين اللي مضوا على الاتفاقية أو الأوراق أو الطلب الرسمي لصندوق النقد الدولي اللي على أساسه الصندوق ادانا المعونة أو الدعم أو المنحة أو القرض، كلها نتائج ثابتة. تعالوا نشوف الراجل ده قال إيه في آخر تصريحات إعلامية ليه. وزير المالية أكد، شوف بقى الكلام بقى مهم قوي، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من الآثار الأزمات العالمية، الراجل رجع كل المشاكل للأزمات العالمية، سوف تركز على التنمية البشرية. بيقدم بقى مصوغات بقائه في السلطة خلال الست سنوات المقبلة اعتبارا من العام المالي الحالي، كان داعيني بقى فاكر أنه هيكمل بقى في 2024 وهيكمل من 2024 ل 2025. وقال الوزير في بيان اليوم أن ذلك من خلال التزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم علشان نكمل الاستراتيجية. الراجل كان عايز يكمل الاستراتيجية، حرمتوه ليه؟ حرمتوه ليه من استمراره في تخريب البلد واقتصادها والسلف على الفاضي والمليان؟ ومين هيحاسب محمد معيط على كل الأخطاء التاريخية الكارثية؟ هذا الرجل صاحب مقولة الموازنة اللي داخل فيها على قد اللي خارج، فلما سأل الأستاذ نشأت الديه هتعمل ايه؟ قال له هستلف تاني، فاستلف تاني، بقاله 10 سنين بيستلف تاني. طبعا الوزير أحمد كوجك بيقول انه بيفهم في الموضوع وان شاء الله الحكاية هتبقى لطيفة وكويسة وانه يعني هنلاقي مشهد مهم، كان عايز احذركم بس تحذير صغير انه الموضوع ملوش علاقة بقدرة الوزير الشخصية او خلفيته العملية او اي شيء من هذه الاشياء، لان احنا شفنا راجل كان شاطر جدا في مهنته،
كان مدير لواحد من أهم البنوك المصرية العربي الأفريقي، ثم بعد ذلك خرجوه من العربي الأفريقي ودوه لشركة المتحدة بتنتج أفلام ومسلسلات وبتشتغل في الفضائيات والصحافة والإعلام والمواقع والإذاعات، وبعدين مشوه من المكان ده ودوه فين؟ ودوه محافظ البنك المركزي أو قائم بأعمال محافظ البنك المركزي حتى هذه اللحظة. فأنت ممكن يبقى معاك شخص ناجح في مجاله جدا ثم تأتي يد الحكومة وتغير مكانه لمكان آخر فيفشل فشل ذريع جدا. المشكلة بقى إنه هذا الفشل الذريع بيأثر على حياتنا ومستقبل عيالنا. في النهاية وزير المالية المصري اللي كان عنده توقعات وتصورات تجاه الأعوام المالية 2024-2025 و2025-2026 وكان ناوي يكمل مع عبد الفتاح السيسي لغاية 2030 وما بعد 2030، لأن أنا متأكد أنه أنا متأكد أنه عبد الفتاح السيسي عايز يكمل بعد 2030 يعني. في كل الأحوال هذا هو مشهد النهاية. ماذا قالت وزارات أو الوزراء السابقين قبل ما يمشوا؟ كانوا بيقولوا كلام زي الفل على المسطرة زي ما الدولة عايزة وأكتر. مثلا لو رحنا أحمد لوزير الدفاع المصري محمد زكي السابق يعني، عشان ما أنت قلت السابقي، وزير الدفاع المصري كان بيتكلم الراجل مستقر، خلي بالك عشان برضو ايه تبدأ تحط الامور كلها جنب بعضها، الراجل بيتكلم على ان هناك خطط استراتيجية قادمة وخطط موضوعة ومن يؤمن تنفيذ هذه الخطط من حيث تنفيذها والعمل بها هو وزير الدفاع السابق سيادة الوزير محمد زكي. طيب كان بيقول ايه؟ بيقول القوات المسلحة قادرة على مجابة التحديات ونتعامل بأقصى درجات الحكمة، يعني كان بيتكلم تحديدا عن القضية الفلسطينية وقال ان القوات المصرية المسلحة جاهزة للتعامل مع اي تحديات وان الموقف الحالي بيتم التعامل معاه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية الفلسطينية، وما زالت الحرب مستمرة والعدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا. تحدث ايضا وزير الدفاع المصري السابق عن الحفاظ على الأمن القومي العربي يتطلب الاحتفاظ بجيش قادر على كل المهام. نزلوا يا جماعة بقى الأخبار جنبي كده اتباعا عشان إيه ما ناخدش وقت. وقال إن هو أهو في وقت بتواجه فيه قوات الجيش المصري تحديات داخلية وخارجية، وكان برضو بيتكلم عن الاحتفاظ بحالة من الهدوء وضبط النفس والتعامل مع القضية الفلسطينية بانضباط. اتكلم ايضا عن احكام السيطرة في سيناء وقال ان احنا بنتابع خطة احكام السيطرة في سيناء وان العملية كلها تحت السيطرة والعملية كلها اندر كنترول، وكأنه يتحدث انه باقي ومستمر وليست عنده اي معلومة من قريب او بعيد عن استبعاده من منصبه، فبالتالي يأتي هذا التغيير والاستبعاد في، وده يا جماعة اخطر وزير تم استبعاده في الدقائق الأخيرة، في الدقائق الأخيرة. وطرحنا بقى تساؤلات كتير والإجابة على هذه التساؤلات من حضراتكم ومن الحكومة ومن النظام، وتحديدا من يملك الإجابة على كل هذه التساؤلات وشخص واحد اسمه عبد الفتاح السيسي. إذن عبد الفتاح السيسي هو من يأتي ويقرر في النهاية من سيبقى ومن سيرحل. وفي حاجة مهمة جدا لازم أقولها لكم بناء على الفقرة اللي فاتت دي أو المعلومات اللي قلنا لكم عن الوزراء السابقين، واحدة من الأشياء الثابتة في نظام عبد الفتاح السيسي في العشر سنين حتى الآن، ال 11 سنة في الحقيقة حتى الآن، هو عبد الفتاح السيسي ملوش حبيب. يعني مهما تخيلت أن هناك وزير أو شخص أو مقدم خدمة أو راجل بيعمل كل اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش للبقاء في السلطة، يسرق يقتل يحبس وهيكمل، لا، عبد الفتاح السيسي يحرق أصدقائه والمقربين منه قبل الأعداء والمختلفين عنه. في النهاية مشهد المحرقة الكبير هيتضح لحظة بعد لحظة، والمشهد الحالي بيعبر عن أسئلة أكبر كتير. اشمعنى
جابوا لواء في الشرطة العسكرية مش في أي حاجة تانية. ايه؟ ها؟ ها؟ اشمعنى شرطة عسكرية يعني؟ الموضوع محتاج ظبط وربط ولا ايه؟ عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، القصة فيها حكاوي والحكاوي فيها هاوي.